والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أما مسألة قسوة القلب وقسوة القلوب لها أسباب. الكلام الزائد على المطلوب في غير العلم وفي غير القرآن يسبب قسوة القلب. الأكل الزائد يسبب قسوة القلب، والنوم الزائد يسبب قسوة القلب. راجعوا كتاب الفوائد لابن القيم، عدد الأشياء التي تسبب قسوة القلوب، الأشياء الفاضلة. الاختلاط الزائد ذكر منها الاختلاط الزائد. يجب أن يكون اختلاطك بالناس اختلاطا نافعا، إما أن تفيد وإما أن تستفيد. أما اجتماع الناس على السواليف قيل وقال حصل ووقع، والتفرج على التلفاز والتعليق على التلفاز والتعليق على الأخبار بدون فائدة، هذه من الاختلاط الضار. إياكم الاختلاط الضار والكلام الضار والنوم الضار. راجعوا الكتاب الذي ذكرت لكم.